أنا مستعد أوقع على العقد ده فورا. وأنا كنت واثق إني فاهم كل رغباتك. أنا أصلي ما بفهمش في الحاجات دي وسايبها لك. يعني إيه؟ يعني أنت مش قلت العقد ده؟ أنا اللي كاتبه أدون سامحون. خلاص أنت مش وكيلي؟ ثق أدون سامحون إن مصلحة العميل هنا في مكتبي أهم من أي حاجة تانية. تفضل شوية حاجات كنت عاوز أناقشها مع أدون أورلو قبل التوقيع على العقد. لا إذا كان على الدراسة الاقتصادية أنا موافق. أنت ملاحظ طبعًا إن أدون أزرع ساب اسم الشركة فاضي. عندي لك اسم هايل. طب سيب لي حاجة واحدة بس أدون أورلو. حاجة زي إيه؟ يعني مش ملاحظ إن أنا سيب لك كل حاجة في العقد؟ الحسابات والموظفين والفلوس. بس دي كانت رغبتك. أيوة بس تتفضل يعني شوية شكليات أعتقد إنها من حقي. أنت عندك اسم؟ ظاهر فعلا انك ما نمتش امبارح كويس. في الحقيقه انا عاوز اعلم من هنا من تل ابيب امتناني للراجل اللي اداني اسمه وساعدني على الخروج من مصر واداني الفلوس اللي هبتدي بيها المشروع ده. انت عايز تسميها باسم سامحون؟ مش بالظبط. امال عاوز تسميها ايه؟ باسم ماجي بنت مسيو سامحون. عاوز اسميها ماجي تورز. اسم جذاب وفي وفاء مش غريب على وطني زيك. في حاجة تانية؟ بالنسبة للمكتب. لا لا ما تحملش هم، أنا لقيت مكتب ممتاز في حتة هايلة. في ديزنجوف. بالظبط. ده بقى اللي أنا كنت خايف منه. هدون سامحون، أنت عارف يعني إيه مكتب في شارع ديزنجوف؟ أنا أقول لك. أنت عارف طبعًا إن أغلب شركات السياحة في تل أبيب موجودة في المنطقة دي. طبعا لأنها منطقة تجارية وممتازة وفي وسط البلد. وده طبعا هيؤثر وخصوصا في البداية على نشاط الشركة. ليه أدون سامحون؟ يعني لأن في الحقيقة إن أي عميل اتعود إنه يتعامل مع شركة معينة ودخل الشارع أو المنطقة اللي فيها الشركة دي هيبقى من الصعب عليه إنه يغير سكته. أمر طبيعي إنه يروح لشركته اللي اتعود عليها بدل ما يفكر إنه يخش في تجربة جديدة مع شركة ما يعرفش عنها حاجة خالص. لكن لو إحنا خدنا مثلا مكتب في شارع يوشع بن نون مثلا هنبقى بعيد عن المنافسة. ولما نعلن عن الشركة أكيد في ناس هتيجي حتى ولو للفرجة. في الحالة دي يبقى الباقي بقى علينا إحنا. واضح انك درست تل ابيب دراسه وافيه.